استهدافات مركزة ودقيقة يوجهها الجيش العربي السوري لمحاور تحرك التنظيمات الإرهابية على امتداد الجغرافيا السورية. سلاح الجوف الجيش دمر 7 رشاشات بمن فيها من إرهابيي تنظيم داعش في منطقة تل السوس في ريف حلب الشرقي، فيما وجهت وحدات من الجيش رمايات مدفعية لمعاقل الإرهابيين في محيط منيان وضاحية الأسد، وحققت إصابات مباشرة في صفوفها. في ريف حماة الشمالي وجه سلاح الجوف الجيش العربي السوري عدة غارات بالتزامن مع قصف بالقذائف المدفعية على نقاط انتشار وتحركات المجموعات الإرهابية في مورك وطيبة الإمام واللحاية والبويضة والأطمين والزكاة وعطشان وكفر زيتا. كما نفذ سلاح الجو غارات جوية على مواقع إرهابيي داعش في مرتفعات بارة الديبة في ريف حماة الشرقي ومحيط سد عقرب في ريف حماة الجنوبي الغربي، وأوقع في صفوف الإرهابيين خسائر مؤكدة. في درعا جنوبا استهدفت وحدات من الجيش العربي السوري معاقل المجموعات الإرهابية بمخيم النازحين، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من أفرادها، كما تم تدمير دشمة رشاش غرب المخيم بدرعا البلد.